خلال اجتماع مع الرئيس السيسي، ماميش يؤكد زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة تزيد عن 13%. مصر تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان، والسيسي يؤكد أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التصدي بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربائي. أنباء الخامسة والأخبار المحلية من أونلاين، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة للعمل على نجاح المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية واللازمة لهذه المنطقة بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليا. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، حيث أكد الأخير أن الهيئة حققت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زيادة في الإيرادات نسبتها 13.4% مقارنة بإيرادتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. تحتفل مصر اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، أحد صفحات التاريخ المشهودة التي قدم خلالها جنود مصر البواسل التضحيات بأرواحهم ودمائهم لاستعادة سيناء. وفي هذا الإطار قدم الرئيس السيسي التهنئة لكبار قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، كما أكد أن بطولات وتضحيات القوات المسلحة أسهمت في تحقيق نصر أكتوبر، حيث أضاف أن رجال القوات المسلحة يؤدون واجبهم الوطني بكل تفان وإخلاص. كما أضاف أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر في ظل استمرار المعركة للقضاء على الإرهاب. هذا وقد هنأ الأزهر الشريف الرئيس السيسي ورجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وأكد الأزهر في بيان أن رجال القوات المسلحة ضربوا أروع الأمثلة في تحدي الصعوبات وتخطي العقبات حتى تحقق النصر. كما دعا الأزهر المصريين إلى استلهام روح انتصار العاشر من رمضان والعمل بإخلاص وتفان من أجل رفعة مصر والوقوف بجانب الجيش والشرطة في حربها ضد الإرهاب. شدد رئيس الوزراء شريف إسماعيل على عزم الحكومة التصدي بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربائي واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. جاء ذلك خلال لقاء إسماعيل وزير الكهرباء محمد شاكر، حيث استعرض اللقاء مشكلة زيادة الأحمال غير المخططة في بعض المناطق بالمدن الجديدة. كما تطرق اللقاء لدراسة مقترح لإنشاء شركة جديدة للمحطات الثلاث الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية ببني سويف والبرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة. كما التقى رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة طارق قابيل لاستعراض عدد من ملفات الوزارة، حيث أكد قابيل أن مصر باتت بصدد توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية بمنطقة محور قناة السويس بعد الاتفاق مع الجانب الروسي على جميع جوانب التعاقد. وحول مشروع الجلود بالروبيكي، قال قابيل إن نسبة تخصيص المصانع والورش بالمرحلة الأولى وصلت ل 97%، ولفت إلى أن نسبة الانتهاء من أعمال المرافق في مشروع مدينة الأثاث بدمياط بلغت 70%. ناقش المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الخطة الاستثمارية لهيئة السكك الحديدية، وخلال اجتماع مع مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبحضور وزير النقل هشام عرفات، استعرض إسماعيل الخطة باستثمارات 220 مليار جنيه حتى عام 2030 لتحديث المرفق. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تكليف رئيس الهيئة بوضع خطة عمل متكاملة للتعامل مع المشاكل المالية والاقتصادية التي تواجه الهيئة. وقد شدد إسماعيل على ضرورة أن يشمل تطوير أساليب التشغيل وأعمال الصيانة وإحكام السيطرة والرقابة على المحطات والقطارات، بالإضافة إلى تطوير شامل لكافة الخدمات المقدمة للمواطن. من جانبه أكد وزير النقل هشام عرفات حرص الوزارة على تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق
لافتا الى ان اعاده التطوير او التطوير ستتم على مرحلتين. جاء ذلك خلال لقائه وفد بنك الاستثمار الاوروبي اي اي بي الذي ابدى من جهه استعداده لتقديم تمويل قيمته 380 مليون يورو لتجديد الخط الاول للمترو، وكذلك المساهمه في اعاده تاهيل الخط الثاني من خلال عمل الدراسات اللازمه. كما ابدى الوفد استعداده لتمويل تطوير مشروع ترام الرمل بالاسكندريه بقيمه 180 مليون يورو. المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعون المقامة لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع يوتيوب لمدة شهر. وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة باتخاذ ما يلزم لغلق موقع يوتيوب لمدة شهر لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول، حيث أكد الجهاز القومي للاتصالات صعوبة تنفيذ هذا الحكم. افتتح وزيرا الري محمد عبد العاطي والدولة للإنتاج الحربي محمد العصار المنطقة التجريبية لتطوير الري بمنطقة سيلة بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار الخطة القومية لترشيد المياه. وفي تصريحات لأونلايف أكد وزير الري محمد عبد العاطي أن توعية المواطنين خطوة مهمة في سبيل ترشيد استخدام المياه. أول حاجة أن احنا التوعية ده مهم جدا. تاني حاجة ان احنا المحاصيل شريحة استخدام المية زي الرز قللنا المساحات بتاعتها، وفي استجابة كبيرة من الفلاحين وفي تجاوب. السنة دي يمكن الحمد لله اقل سنة فيها مخالفات، ودي مسؤولية يعني نتيجة الوعي اللي حصل. في قانون بتاع الموارد المائية والري بيناقش في مجلس النواب ان شاء الله هيصدر خلال الدورة الحالية. القانون دوت اللي هو بقى يعني ضد القانون ما بيستجبش للتوعية، يبقى لازم القانون يطبق عليه لان احنا ما فيش وقت للهزار. ومن جهته قال محافظ الفيوم جمال سامي ان تجربة الري الحديث ستسهم في زيادة الانتاج وستقلل من استخدام الاسمدة. سبب الاختيار انه الفلاحين هنا قدروا يجمعوا بعض وقدروا يستوعبوا انه في فكره جديده وان محتاجين نطبقها، ننشط ميه ونزود انتاج ويبقى استخدام الاسمده اقل والاصابات الفطريه بتبقى اقل، يعني فوائد من كل النواحي. والفلاح المصري ذكي، ولما بيحس ان التجربه بتعود عليه هو شخصيا واسرته بعائد اقتصادي وبتقلل له التكلفه فبيقبل عليها. قال محافظ الغربيه اللواء احمد ضيف إن ما يتم توريده من محصول القمح بلغ 143,089 طنا على إجمالي مساحة منزرعة تبلغ 134,000 فدان و963. وأشار إلى أن غرفة العمليات تقوم بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من المحصول بالصوامع والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعيق عملية التوريد. أكد محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشوان بنطاق المحافظة، وأشار إلى أن إجمالية الكمية الموردة لموسم 2018 بلغت 91,000 طن تقريبا ضمن الخطة الموضوعة بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين والصوامع والمطاحن والرقابة الإدارية. وقد أوضح المحافظ أن إجمالية الصوامع المخصصة لاستقبال القمح بلغت 9 صوامع بسعة تخزينية تبلغ 167,000 طن، وإجمالية المساحة المزروعة قمح هذا الموسم بلغت 147,000 فدان على وجه التقريب. أما في القليوبية فقد أعلن اللواء محمود عشماوي المحافظ طرح عبوات غذائية في مختلف مدن المحافظة بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية وبأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان، ويتم ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة التموين والتجارة الداخلية. هذا وقد شهدت مدن المحافظة إقبالا لافتا من الجماهير لشراء العبوات التي يتم طرحها، حيث أشاد المواطنون بالمستوى المتميز للعبوة والمواد الغذائية بها، معربين عن اعتزازهم بما تقوم به القوات المسلحة من جهود مستمرة لدعم ومساندة الشعب المصري. أبداؤنا المحلية من نشرة الخامسة من أونلاين مستمرة بعد هذا الفصل. عودة إلى الأنباء المحلية من أونلاين، أهلا بكم. افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة افتتحا معرض فيصل الدولي للكتاب في نسخته 7 والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب. قال
غرب محافظة الجيزة، وفي دورته السابعة افتتح معرض فيصل الدولي للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمشاركة جميع قطاعات وزارة الثقافة. مهم جدا طبعا، يعني تكملة للمعارض كلها ان شاء الله اللي موجودة واللي هتكون موجودة بعد كده في اماكن اخرى، ولكن المكان ده بالذات اعتقد ان هو بالنسبة لنا كلنا مهم جدا لموقعه طبعا، زائد ان يعني هيستكمل باذن الله هذا المكان، وبدينا فعلا فيه لان في جزء فيه بيستكمل وهينتهي قريب، هيكون مخازن للهيئه، وكمان ان شاء الله المساحه الكبيره اللي موجوده هتكون بعد كده مجمع ثقافي كبير جدا عشان يخدم منطقه فيصل ومنطقه الجيزه كلها باذن الله. ابتدت وزاره الثقافه انها بتقيم المعرض ده بصفه سنويه، وبيبقى في شهر رمضان غالبا يعني، من كل عام محافظة الجيزة بتيجي بتحضر الافتتاح ونتفقد المعرض. بيشارك السنة دي حوالي 52 هيئة تابعة لوزارة الثقافة وشركة ودار نشر مختلفة. المعرض هيستمر 10 أيام، على جانب المعرض هناك العديد من الفعاليات، وأعتقد في مسرحية وبعض البرامج الخاصة بالأطفال في الساحة الخارجية أمام المعرض. أجنحة عدة بالمعرض بإجمالي 53 دور نشر مصرية وفعاليات عدة تخص الأطفال، إضافة إلى الأنشطة الثقافية التي تقام على هامش المعرض وتستمر حتى 19 من هذا الشهر. معرض فيصل للكتاب واحد من المعارض الثابتة في برنامج هيئة الكتاب من حوالي 7 سنين. البرنامج اللي احنا طورناه بأنه بقى بيشمل حوالي 100 معرض في أقاليم مصر كلها، نستهدف منه أنه نوصل المنتج الثقافي عموما للمناطق الشعبية على وجه التحديد. معرض فيصل كان فكرة الدكتور أحمد مجاهد الرئيس الأسبق لهيئة الكتاب، لكن التطوير اللي بيحصل كل سنة وخصوصا التركيز على فعاليات وأنشطة وورش الأطفال الحقيقة هو اللي عمل للمعرض ده روحه الخاصة جدا بالنسبة لكل المعارض اللي بتعملها الهيئة في الأقاليم. تركيز على ورش الأطفال، اكتشاف المواهب من أبناء فيصل من الأطفال وأبناء المنطقة والجيزة عموما، التركيز على وجود فعاليات فنية كمان بترسخ للهوية المصرية، ده هيبقى من خلال عروض سينما، من خلال ندوات. ملايين الكلمات بآلاف الكتب التي تتواجد هنا بين أروقة معرض فيصل الدولي للكتاب بنسخته السابعة، أوعية من المعلومات التي تساهم بشكل كبير في تشكيل وعي وثقافة قارئها. سالي سالم، أون لايف. شارك عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء والفنانين والسياسيين في حفل السحور السنوي الثالث الذي نظمته مؤسسة أهل مصر بالقاهرة، حيث حرصت تلك المؤسسة على تخصيص عائد السحور والاحتفالية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق. ثالث سحور لمؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق منذ انطلاقها في إطار وضع اللمسات شبه النهائية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان، فعائد هذا السحور والاحتفالية يخصص للمستشفى. وزارة الإسكان والدولة خصصوا أرض 12,000 متر لهذا المشروع. المهندس إبراهيم محلب هو اللي وضع حجر الأساس لهذا المشروع في سبتمبر 2016. في هذا التوقيت لما الدولة تقدم الأرض والدولة بكل الوزراء المختصين يكونوا مساندين وموجودين من أول حجر الأساس وفي كل الفعاليات اللي خاصة بهذه المؤسسة، زي ما الدولة حاضرة ومساندة لكل مؤسسات المجتمع المدني الجادة اللي بتقدم خدمات صحية وخدمات اجتماعية وخدمات اقتصادية تنمية اقتصادية. فالحقيقة دي مؤسسة مجتمع مدني انشئت في 2013، هدفها علاج الحروق وإقامة مستشفى 76 حجرة على 6 أدوار. هذا الصرح الطبي مش بس بيعالج الحروق، ولكن أيضا في قسم كبير للحوادث وللطوارئ، وأيضا في قسم للتأهيل النفسي. أجواء رمضانية حرصت المؤسسة على خلقها للحضور من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال والفنانين لجمع التبرعات ومؤازرة المؤسسة في عملها الخيري. والله إحنا أي حاجة نقدر إن إحنا نساعد بيها كشعب مصر كلنا مع بعض، إن إحنا مؤسسة زي مؤسسة أهل مصر مؤسسة مهمة جدا. كل أهالينا في اللي عندهم حروق وعندهم مشاكل جامدة جدا بيبقوا محتاجين دعم، ده حاجة كويسة إن يبقى في مكان مخصص كل المجتمع بيقدر يدعم فيه، اللي بيقدر يدعم بفنه، اللي يقدر يدعم بفلوس، اللي يقدر يدعم بغرفة في المستشفى.
حاجه مهمه ان احنا كلنا ندعم اهلنا، لان هم فعلا اهل مصر اللي هم عندهم مشاكل كتيره جدا، وكلنا بنساعد بعض. الحقيقه انا سعيده ان انا احد الوجوه المساهمه رمزيا في حمله مستشفى اهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان، واني كنت موجوده في الحمله دي من بدايتها. ويعني احنا بس بنكمل اللي احنا ابتديناه، ورمضان شهر الخير، ولازم الناس كلها تسعى للخير مش بس في شهر رمضان، في كل وقت. والحقيقة المستشفى فاضل عليها 36 ألف طوبة أظن، فأظن أن احنا الحملة الجديدة بتاعت عشة الأسامي أي حد فينا عايز الناس تفتكره بعد ما يرحل عن الدنيا، ومحدش هيفتكره غير بعمل أو صدقة جارية أو حاجة تقعد له. فأظن أنه مستشفى أهل مصر تستحق ده. يعني 12 ألف متر هو مساحة المستشفى التي قاربت على الانتهاء، وتسعى مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق منذ انطلاقها في عام 2013 بالتعاون مع الجهات الحكومية لإنجاز أعمال خيرية. أحمد فرج، أون لايف. مع بداية فترة الامتحانات للطلاب خاصة الثانوية العامة خلال شهر رمضان، نتعرف في التقرير التالي على أهم النصائح الغذائية التي تساعد على التركيز خلال تلك الفترة من الصيام. احنا طبعا في شهر رمضان، وأبنائنا اللي في الامتحانات سواء في امتحانات الجامعات أو امتحانات الثانوية العامة، بنقول لهم ان شهر رمضان ده فرصة طيبة ليكم ان انتم تحافظوا فيه على مستواكم من المذاكرة، مستواكم من الطعام، بحيث ان يساعدكم في التركيز. وده مهم جدا ان انا انظم وقتي، ما خليش ليلي نهار ونهاري ليل في رمضان. مهم قوي قوي ان انا بعد الافطار وصلاة التراويح، ان انا مهم جدا ان انا انام شوية واصحى على السحور، اصلي الفجر واقعد اذاكر لغايه ساعه الامتحان. مهم جدا. طيب ايه هي الوجبات المهمه لينا؟ انا عندي في رمضان المكسرات بانواعها، ودي شيء كلها بتدي التركيز للانسان فعلا، كلها اوميجا 3، ودي من الاشياء اللي هي بترفع مستوى التركيز عند طلابنا في الامتحانات. بدلا من التخلص منها، قرر شاب يدعى احمد يحيى تحويل قرون الجاموس الى قطع فنيه على شكل حيوانات. المزيد في هذا التقرير. هي مرهقة جدا بس حب حب. كثيرا ما يذهب إلى الجزار، ولكن ليس لشراء اللحم بل لإحضار شيء خاص. ذلك هو أحمد يحيى، الشاب الذي يقوم بشراء قرون الجاموس محولا إياها إلى قطع فنية على شكل أفيال، بوم وحيوانات أخرى. وينحت يحيى تلك التحف في محل خاص به لبيع المصنوعات اليدوية في القاهرة، وتستخدم تلك القطع كديكور في المنزل. فبمساعدة زوجتي ياسمين، عادة ما تستغرق عملية تصميم القطعة الفنية ما بين ساعتين إلى 3 ساعات، حيث يبدأ يحيى وياسمين بتلميع القرن ثم قطعه باستخدام منشار كهربائي، وفي النهاية يحفرون الزخارف المعقدة على القطعة باستخدام أداة صغيرة. الخامة الناس بتستحقرها ان تطلع فيها حاجة بعد كده مبهرة، يعني حاجة متوقعة ديت قرن جاموس، يعني دي كده اهوت حاجة متوقعة دي خالص، دي قرن جاموس خالص، ولا بالالوان ولا بالروعة ديت. ويمارس يحيى هذه الحرفة منذ 3 عقود بعد أن ورثها عن أبيه، وقد كانت تعتمد في الأصل على سن الفيل أو العاج، لكن يحيى قرر استخدام قرون الجاموس بعد أن وقعت مصر على اتفاقية لحظر استخدام سن الفيل. طبعا كان سن الفيل لسه ما لهوش حظر وكده، فكان هو بيشتغل في سن الفيل كتير، لما بدا السن ينقرض وكده، ومصر دخلت الاتفاقيه اللي هي حظر السن وكده، فبدانا نشتغل نشوف حاجه بديله لنفس الخامه، فتعرفنا بخامه اللي هي القرن الجاموس والخشب، فبدانا ننحت عليهم نفس الشغل تماما على السن. ويزور المغرمون بفن يحيى ورشته اسبوعيا لاقتناص احد ابداعاته الجديده. مهنه لازم تحافظ عليها قوي، مهنه ان هو حد يطلع من قرن الجاموس اشكال بدل ما بيترمي او بيتحرق او اي حاجه، يطلع منه تحف فنيه وممكن تطلع بره وممكن تروح تلف العالم. الجدير بالذكر ان يحيى يبيع القطعه الواحده بسعر يتراوح بين 25 و50 جنيها مصريا. على مدار 5 أعوام استطاعت تيارا شلبي حصد اكثر من بطوله في رياضه رالي السيارات، لتثبت بان تلك الرياضه ليست حكرا على الرجال فقط. المزيد في هذا التقرير. رياضة
رياضة الرالي هي حاجة أنا بحبها ورياضة أنا لاقية فيها نفسي وبثبت فيها إن البنات تقدر تثبت فيها نفسها وتحقق فيها مراكز كويسة. بكل ثقة وتحدي تغزو بسيارتها دروب الصحراء الوعرة، تلك هي يارا شلبي، أول متسابقة رالي في مصر والتي حطمت كل المعتقدات بأنها رياضة للرجال فقط، حيث استطاعت حصد مركز أول على مستوى الجمهورية لعام 2016 على فئة الرجال والسيدات معا، بالإضافة إلى مشاركتها بمختلف الراليات في المغرب وأبوظبي. رياضة الرالي مختلفة عن أي رياضة سيارات عادية زي السبريد والدريفت، لأن هي بس بتبقى في الصحراء، نقطع مسافات كبيرة 300-400 كيلو في اليوم. السباق الواحد ممكن يقعد 3-4 أيام وبيوصل في الراليات الانترناشنال 13 يوم. دخلت جربت الرالي وتكملت فيه ووصلت فيه البطولات، لأن هو بيغطي كمان عندي جزء مهم جدا كنت بحبه، هو الصحراء والسفاري. أنا من وأنا صغيرة بطلع مع أهلي سفاري وبنقعد بالأيام بالأسبوع بالأسابيع هناك. وتتطلب تلك الرياضة الشجاعة وروح المجازفة من القائد والملاح الذي يتواجد معه أثناء السباق. انت ما بتبقاش غير السواق والملاح بس اللي في الصحراء، ما حدش مسموح ان هو يدخل يساعد السواق والملاح. اي مشاكل بتواجههم ليها علاقه بالملاحه، مش لاقيين طريق جوه الصحراء، مشاكل في العربيه ميكانيكال، ما حدش مسؤول عن ان هو يصلح المشاكل ديت غير السواق والملاح. كما اقتنصت بطلة الرالي المركز الثاني على مستوى الجمهورية في عام 2014 بعد مشاركتها في راليات الجونة والفرعنة، وكذلك اختارها الاتحاد الدولي للسيارات ضمن 9 متسابقات رالي حول العالم. تم إعطاؤهم تدريب مكثف على تلك الرياضة لتعود بعدها يارا وتؤسس أول فريق من السيدات لرياضة الرالي، والذي يتدرب بشكل منتظم في مختلف صحراء مصر. تقريبا طول السنة احنا لازم بننزل نتمرن في كل الأماكن اللي في الصحراء اللي ممكن نقدر ننزلها، لأن كل ما بتنزل في حتة مختلفة بتاخد فيها إكسبيرينس مختلفة. الصحراء اللي فيها رملة غير الصحراء اللي فيها وديان وجبال صخر، فاحنا على قد ما بقدر تقريبا كل ويك اند بنطلع نتمرن في اماكن مختلفه جوه مصر. وبالنسبه للعربيه طول الوقت بنعمل فيها تعديلات علشان تبقى اقوى وتبقى اسرع، وبعد كل اي تعديل لازم بناخد العربيه نجربها قبل الرالي، بس التاكيد ان الموديفيكيشنز او التعديلات ديت ما اثرتش سلبا. ومن المقرر خلال شهر يونيو المقبل ان تمثل مصر كاول متسابقه في رالي السعوديه، بالاضافه الى مشاركتها في رالي الجونه. مشاهدي الكرام، انتهت النشرة، وهذه تذكرة بأهم العناوين. خلال اجتماع مع الرئيس السيسي، ماميش يؤكد زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة تزيد عن 13%. مصر تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان، والسيسي يؤكد أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التصدي بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربائي. مشاهدة الكرام، إلى اللقاء على رأس الساعة.